بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الاسم المنقوص. تعالوا نتعرف على تعريفه. هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، بيرفع ويجر بالحركات المقدرة، وخدوا بالكم ينصب بالحركات الظاهرة. في حالة الرفع والجر بتكون حركاته مقدرة، لكن في حالة النصب بتكون الحركة ظاهرة. زي ما أقول وصل القاضي، هنا القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. وأقول وقفت أمام القاضي، هنا القاضي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة المقدرة. وأقول صافحت القاضية، صافحت القاضية، القاضية هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب لو حبيت أثني الاسم المنقوص وأجمعه جمع مؤنث سالم، في الحالة دي الاسم ما بيتغيرش، بس كل اللي بيحصل ان انا بضيف له علامة التثنية او الجمع. فكلمة الساعي مثناها الساعيان او الساعيين، وجمعها المؤنث الساعيات. اما لما اجي بقى اجمع الاسم المنقوص جمع مذكر سالم، في الحالة دي بتحذف ياؤه وبتضاف ليه علامة الجمع. فاقول الداعي جمعها المذكر الداعون. دي ملحوظة تعالوا مع بعض نشوفها وناخد بالنا منها كويس. الاسم المنقوص لو ما كانش معرف بأل أو غير مضاف تحذف ياؤه. فأقول الداعي تكتب داعٍ في حالة إنها ما فيهاش أل التعريف أو ما اضافش ليها كلمة تانية. كذلك كلمة المحامي تكتب محامٍ. بكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.